بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام نبي الملك العلام أول الأنبياء بعثة، أول الأنبياء إنباء وآخرهم بعثة، محمد وعلى آله سادة الأوصياء. وصل بنا المقام في سورة البقرة إلى هذه الآية الشريفة: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. المعنى الإجمالي الأول مر بنا أن المثل الآية، وأن كل مخلوق مهما تضاءل صغرا في نظر الإنسان أو نظر المخلوقات الأخرى فليس ذلك المخلوق بصغير ما دام الخالق له كبير. أي مخلوق من المخلوقات إذا كان آية لرب العالمين كيف يكون صغير إذن؟ إذا كان آية ودال على رب العالمين ولو وجه من وجوه عظمة رب العالمين، ما يمكن يكون هذا المخلوق غير عظيم. نعم في درجات في العظمة، اسمك الأعظم 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 مثلا عظيم بالقياس إلى بعضها البعض، هذا صحيح. أما أصل مخلوق من المخلوقات يمكن أن يزرى به ويزدري به الإنسان، يقول أي آية فيه ده؟ هذا يكون استخفاف بالفعل الصادر من رب العالمين من دي الحيثية، واستخفاف بجهل لا استخفاف بعلم، لأنه كما مر بنا الآن في الآيات والروايات كيف أن العلم الحديث أثبت أن هذه الصغائر التي يستصغرها الإنسان فيها عوالم مهولة من الحقيقة، علم الصغائر. فإذن إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، كيف يستحي؟ يعني يستحي أن يستنقصه، يكون نقص للباري. وأين في المخلوقات من جهة دلالة كآية على الباري نقص؟ لذلك كل المخلوقات مهما صار، حتى الديدان، حتى ما شاءت عين الإنسان أن تستصغره، ذلك آية من آيات الله. لو علم الإنسان ما في واقع ذلك المخلوق لانبهر هولا. ولعل هذا أحد تفاسير كلام أمير المؤمنين عليه السلام: كفى بي فخرا أن تكون لي ربا، وكفى بي عزا أن أكون لك عبدا. كيف أذل وأنت ربي؟ أو كيف أهم؟ نسبة. ولذلك عندنا روايات
فيها توصية أيضا أن الإنسان لا يستحقر ولا يزدري أي مخلوق من جهة الارتباط بالخالق، أنه مخلوق لخالق، لا المخلوق اللي فيه جانب شر شرورة من جهة شريته كما خلط في ذلك العرفاء والصوفية. لا، إبليس من جهة شرورة، إبليس مطرود عن رحمة الله لأنه مقرب، لأنه آية. إذا مطرود كيف يصير آية؟ لكن من جهة اللهم رب الشياطين وما أضلت، أصل خلقة الله فيها حكمة عظيمة لإبليس، لأن إبليس شروره عظيمة، شروره عظيمة في الخير، شروره شرور مو شرور عظيم. فرق بين فعل الله وفعل المخلوق. وهذا الذي أرادت بني أمية وآل زياد الخلط منهم، كيف رأيت صنع الله بأخيه؟ ما يستطيع يميز بين ما هو صنع الله في كربلاء وما هو صنع الشر من أفعال البشر، فأكد على تمييز الفصل زينب صلى الله عليه وسلم. وهذا الفصل كما ذكرنا مرارا من أعظم الملاحم المعرفية التي أسستها زينب في الطف. عجيبة. الآن صدقوني يا أخوان، كبار عرفاء حتى من الخاصة بلغوا مبالغ في العلم إلى الآن يترجلون في الفصل في التمييز بين المبحث، بينما في ذلك الأوان في بداية تعاليم الإسلام من يعرف الهب من التب؟ هي تؤكد بفصل دقيق فعل الله ما رأيت إلا جميلا. في فعل الله ليس في أي زراء، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، فعل الله من حيثية فعل الله عظيم، فعل البشر ميز بينه وبين فعل الله في واقع واحدة. كما أن الإمام زين العابدين أيضا في مجلس ابن زياد أكد بعد عمته زينب صلى الله عليها، أكد على نفس المطلب، أولم يقتل الناس، أولم يقتل عليا؟ قال يقتل الله عليا؟ قال ذلك أخ لي قتله الناس. قال بل قتله الله. قال الله يتوفى الأنفس حين موتها. يعني فعل واحد فيه حيثيتان، فعل الله خير، فعل الناس شر، تندمج في حيثيتها. فإذا هذا مسلم، حتما سمعتم بهذا الكلام للعرفاء والصوفية أو غير، مثلا الأمور النجسة في عالم المخلوقات، افرض العذرة والعياذ بالله، النجاسات الأخرى، الكلب، الخنزير، الفلان، كيف هذه؟ هاي بعد خيرية؟ نعم، من جهة فعل الله جمال، من حتى خلقة إبليس حكمة الله جميلة في إبليس، حكمة الله في إبليس جميلة، مو إبليس جميل، ولا إبليس جدا قبيح كما في الروايات، مخوف مهول. فعل الله جميل. الآن حتى الأبحاث العلمية بالمثال، العذرة شقد في، حتى في رواية في بعض الروايات، العذرة الكبريت الأحمر جهة مخلوقيتها النجاسة وشرور وكذا، صح، خلقة الله لها فيها حكمة عظيمة. أنا لست في صدد تفصيل المباحث علم الأحياء وعلم الكيمياء حول العذرة. إنسان كأنما مصنع ذهب، مو بناكم شو اسمه المقصود، بس هذا لا يعني نجاسة المخلوق مو نجاسة، بحث آخر. الخنزير كذا، المجرى كذا،
فعل الله جنب جميل، لأن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، كل فعل الله جميل وما في استصغار، في عزة. ربي لما خلقتني كذا؟ بالعكس، لا تقول أيها القائل لما لما، فعل الله كله جميل، حتى المعاق، حتى كذا كله، وإن كان الإنسان يدعو بالعافية هذا في محله، بس فعل الله حكيم. في رجل في زمن النبي موسى، طلب النبي موسى أن يريه مثلا أحب الخلق إليه كذا، يعني في غير الأوصياء في غير كذا، فقال فلان ذهب إليه هم أكوع هم أكمة هم أبصر هم كذا، عجيب هذا، شو قصة فيه؟ فذهب إليه وسأله أنت راضي عن الله؟ قال لي. قال ليش عجب؟ يعني مضمون العديد. قال حتما خصني بهذا، عندي بيني وبينه خصوصية، فأنا كلش على كل متونس على الخصوصية، حتما عنده وياي خصوصية. شوف شلون حسن الظن بالله، وفعلا فيها حكمة. وهل مجرى فعله دائما جميل، فعله دائما جميل، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا. هذا من جهة فعل الله. مثلا مر بنا الكافر، أفرض المحارب طبعا المعتدي العادي يستحق القتل، لكن لا يعني أن جثته يمثل بها. لما جثته فعل الله مو فعله، كرامة لفعل الله. حتى أنت الكافر تستهزئ به لبدنه، لا، هاي الله عز وجل ما يسمح. لما؟ لأن بدنه مو فعله، هو فعل الله. تفرق بين فعل الله وفعله. في منازعات حدثت بين آدم وإبليس، جبريل قال لا، هاي الجهة في إبليس مو إبليس، ما لي رطب إبليس، لي رطب نظام فعل الله. هذا لا يعني لا يلبس علينا بين الإبليسية إبليس وفعل الله في إبليس. طبعا كثير الصوفية، قلت لك مرة منها، كثير من الصوفية أو العرفاء يلتبس عليهم الأمر كثير، وألبسوا الأمر على كثير من المؤمنين، هذا خطأ. لكن الفرق دقيق، ما هو نسبة إلى الله شيء، ما هو نسبة إلى لقمان على نبينا عليه السلام، كان زنجي يعني أسود، أسود وأهل زمانه، مو بس أسود، شوف السودان بعد طبقات في السودان، مو السودان، الزنجي غير السودان، ما دي ملتفتين دولة في فرق. للزنجي الزنوج زنجية، السواد في الزنجية شيء آخر، هو كان أشد الزنوج سوادا. يلا بعد تأخذ لقمان، زين احنا قلنا السواد، هيئة الوجه شلون والبدن، أقبح أهل زمان قباحة في الوجه، يعني زيادة وعلى وعلى سواد البشرة ماذا في الوجه. ولكن كان من طبقة أحب المخلوق الإناس إلى الله في زمانه، عرضت عليه النبوة والحكمة. ربما بقية الأنبياء ما يخيرون، يلزمون، هو لا، خير بين النبوة والحكمة في زمن النبي داود. كان آنس الناس داود، لقمان كان آنس الناس لداود، ما يأنس داود بأحد إلا داود، أحمر أبيض عيون خضر فلان شعر ذهبي،
لا يأنس بأحد في أهل زمامة إلا بلقمان، يعني مثل شدة أنسه بلقمان. فإذا في جانب فعل الله، لذلك هكذا كانت مقولة لقمان، إذا واحد عاب عليه، عاب عليه مو أفعاله أو صفاته وأخلاقه، عاب عليه وجهه وشكله وكذا، قال تستنقص من المصور والبارئ والخالق أو تستنقص منه؟ هذا مو فعل يعني. فيلزم الطرف الآخر سكوتا. المقصود ففعل الله دائما في جمال وحكمة، جمال لا قبح فيه، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، بس من جهة فعل الله. أما فعل البشر مطلب آخر، يجب الميز بينهم. هذا مبدئيا في أصل المفاد العام للآية، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، ما أي مثل من المخلوقات فيه جاء آية لله عز وجل، آية ربانية، أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الآن فما فوقها صغران أو فما فوقها كبران؟ بعضهم قال فما فوقها صغران، يعني بعوضه مو ادنى شيء، سقف ادنى، مثال للسقف الادنى فاشد صغرا، فما فوقها في الصغر يعني، مو فما فوقها في الكبر. كل ذلك من ايات خلق الله. اسال ان لو جمدنا على البعوضه، البعوضه الان علم بأن تفصال خلقتها نفس تفصال خلقة الفيل، بل البحوث الأخيرة أعظم من خلقة الفيل. يلا تعال، مجهزة هذه البعوضة بنظام من الخلقة والإحساس والشعور والطيران. خل الفيل ما يطير، هذا يطير، لو طيرانها بشكل خاص، هي طيران تستطيع أن تطير وهي ثابتة. الآن ما أدري سامعين، من أصعب الطيارات تصنيعاً دي الطيارات التي هي تطير لكن مثل المروحية، وتمشي كأنما تمشي في الهواء مثل أزقة. شوف عظمة صنعة الخلقة في البعوضة، صنعة الله في صنعة الله خلقة في البعوضة. أما في الزمن القديم ربما لا يعون هذه البحوث العلمية، طبعا يتقدم العلم، يتقدم العقل البشري، يتطور، ينمو العقل البشري، يدرك من حقائق فعل الله أكثر فأكثر. فأما الذين آمنوا، الآن بعد ما خلصنا من الآية حتى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، الآن فقط نحن والألفاظ اللغوية للآية، نيجي بعد ذلك للقرائن في الروايات حول الآية. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. لماذا عبر آمنوا؟ يعني يا أيها الإنسان أنت لا تكتشف الحقيقة كلها، الحقيقة في عالم الخلق حتى لا تكتنه، الحقيقة في عالم الخلق لا تكتنه، فلا بد أن لا تنكر فيما لم تعلم، تؤمن. مر بنا في أول سورة البقرة علامة المنهج المعرفي الذي يصفه القرآن، وهذا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صفة من الصفات الأولى لهم الأوائل، صفات لهم ماذا؟ الذين يؤمنون بالغيب. أنت تريد أيها الإنسان أن يكون لك
منهج معرفي متواصل، سعي متواصل، يجب أن توطن نفسك أن هناك أمور حقائق غائبة عنك. الآن لولا هذا الارتكاز موجود لدى جميع علماء العلوم شرق وغرب الدنيا، لو لم يكن لهم إيمان بوجود حقائق غائبة، لماذا هذا السعي الذي لا ينقطع للتنقيب العلمي في كل علم؟ ليس الوقود المحرك له إلا 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 إيمانهم الفطري بأن هناك حقائق مغيبة عنهم، مغيبة عنهم. إذن الوقود الأصلي لتعلم الإنسان والازدياد الإنسان في العلم، الوقود الأصلي أن يؤمن بغيب وراءه لم يصل إليه، لذلك يسعى، لذلك دوما يستمر سعيه وتعلمه وتنقيبه والبحث العلمي. كما هو الآن في ارتكاز البشر، لو سألت الأولين والآخرين هل يمكن في يوم ما في علم ما أن يقف البحث العلمي، بالبداهة كل بشر يقول لا، لن يمكن، لن يمكن. لماذا؟ إذن هذا ما هو معنى أن في أمور في كل علم مغيبة عنه، ومهما 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 استمر البحث العلمي لن يصل إلى النهاية، بل هو دائما في حاجة ازدياد. ليس تشكيك سلبي، لا، بمعنى نسبية في الحرص على الازدياد أكثر فأكثر، أكثر فأكثر. لذا هنا فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، مو كل شيء لم يكتشفوا ينكروا، ما دام له إضافة إلى الله حتما غيب لا محدود. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، يكفيهم هذه المعرفة الإجمالية توجب لهم الإذعان، توجب لهم الإذعان بأن هناك أمور عظيمة مغيبة عنهم، هاي الذين آمنوا. أما الذين كفروا نظرتهم سطحية غير ثاقبة، أما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بعدم مثلا، ما اكتشفوا عظمته، ماذا أراد الله بعدم مثلا، يضل به كثيرا، أولئك السدج في النظرة السطحية في النظرة، يقولون انظر خالق ونبي ومرسل ودين وكذا، يأتينا بأمثلة أو بشواهد، والعياذ بالله في مقولتهم حقيرة، فيقول لا يتناسب مع عظمة مدعي الألوهية. فأما الذين كفروا، لذلك هذا التعبير يقال دين الله لا يصام بالعقول، قسم العقائد لا يصام، لو قسم الفروع لا يصام، لو قسم الآداب والأخلاق لا يصاب، كله دين الله لا يصاب، لا يصاب، ممكن حده واكتناه واشتمال عليه. إن هذا الدين متين، يعني مثل ما تقول ثخين ليس رقيق، إن هذا الدين متين عميق. فأوغل، أوغل وغول، وغول، فأوغل فيه برفق، وصية النبي لأمير المؤمنين. ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. فسق خرج عن الفطرة، مثل فسقة البيضة، هذا الذي خرج عن الفطرة، الفطرة تدعو أنه في غيبيات، الذي يخرج عن الفطرة المعاصي التي تسبح اللهم إني اللهم اغفر لي
الذنوب التي مو تغير نعم تغير الفطرة موجود هذا الفسق. الذنوب أقسام، منه ما يغير الفطرة، الكفر فسق يغير الفطرة. وهذا بحثنا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.